مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه والعالميه. وزي كل يوم وعادتنا بنبدا بعناوين الحلقه. قمه الكره الجميله، مدرسه الفن والهندسه والدراويش. قوة ضاربة، التجديد لجمعة وعاشور. كلاسيكيات لا تنسى، الزمالك والإسماعيلي. أحمد شريف في ضيافة أخبارنا. أما عن موضوع الحلقة بتاعتنا النهاردة، هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام نادي الإسماعيلي. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أخبارنا. النهاردة عايزة أتكلم عن تجديد العقود. كلنا شفنا الساعات الأخيرة، الحقيقة أنا شفتها أن هي كانت أفضل رد فعل على كل من شكك وردد نغمة لعيبة الزمالك ماشية. فأنا عايزة أقول لهم، لعيبة الزمالك ماشية على فين؟ الزمالك امبارح أنهى إجراءات تجديد عقد عبدالله جمعة، نجم الوسط الموهوب، ثلاث مواسم جديدة. ولو اتكلمنا عن عبدالله جمعة، هو مش مجرد لاعب عادي، عبدالله الحقيقة هو لاعب كبير جدا، مخلص جدا، وموهوب جدا رغم صغر سنه. عنده تقريبا يعني 25 سنة، بيلعب في أكتر من مركز، وهو من أهم اللاعبين في الفريق واللي بيراهن عليهم باتريس كارتيرون. في نفس الوقت الزمالك مدد العقد بتاع إمام عاشور. إمام واحد من أهم لعيبة مستقبل النادي. إمام عنده 23 سنة، وهو الحقيقة بيمتلك مهارات غير عادية، نضج يفوق سنه، زي ما بنقول كده بلغتنا سابق سنه. بيلعب في كل المراكز الصعبة، صانع ألعاب، جناح، ولاعب ارتكاز، وعقل كمان مفكر من عقول الزمالك في الملعب، صاحب روح قتالية. كمان عاشور بشوف ان هو مخلص جدا، زملكاوي قبل ما يكون هو لاعب في الزمالك، هو عنده حتة روح الفانيلا البيضة، عنده عشق ليه نادي الزمالك. البداية باللاعبين الواعدين صغار السن في تجديد العقود بيدي رسالة إن الزمالك حاطط المستقبل قدامه، بيقفل باب كبير جدا من الشائعات اللي احنا دايما في نادي الزمالك الحقيقة بنعاني منها، وبالذات في الفترة الأخيرة، وآخرها هو رحيل نجوم الزمالك. واحنا عايزين نقول ليه عبد الله وعاشور ألف مبروك ليكم في نادي الزمالك مرة تانية، ليه التجديد وليه يعني العقود الجديدة بتاعتكم. إن شاء الله موسم موفق مع نادي الزمالك، وتحققوا مزيد من الانتصارات والأهداف، وإن شاء الله نفرح بيكم أكتر وأكتر. المحور التاني بقى اللي عايزين نتكلم فيه هو ماتش الإسماعيلي بكرة. إن شاء الله الزمالك هيلاعب الإسماعيلي. الزمالك والإسماعيلي يعني عارفين إن هي علاقة تاريخية لا تنسى، وهتفضل مستمرة، وهي بنقول عليها هي قمة الكرة الجميلة في الكرة المصرية. عايزين نشجع الزمالك بكل قوة. طبعا مش محتاجين إن أنا أقول لكم كده، إحنا دايما يعني بنشجع الزمالك بكل قوة، بس اللي عايزة أقول لكم إن إحنا عايزين نحترم جدا كرة الإسماعيلي الجميلة. عايزين من لاعبتنا إن هم يقدموا عرض فني رائع، عرض يقول الزمالك قادر، لانه فعلا قادر ان هو يحصد الدوري. اهميه الماتش في ثلاث نقاط: واحد، هي قمه وفوز في مباراه كبيره بتدي دفعه معنويه كبيره جدا. ثانيا، هو الفوز ضروري لان فريقنا بطوله بينافس على دوري. ثالثا، ان احنا عايزين نبدا رحله او رحله الثلاثيه الجايه اللي مع الاسماعيلي والبنك الاهلي وسيراميكا بكل قوه والفوز، وان احنا نحصد 9 نقاط ونعود للصداره قبل كاس العرب. الحقيقه ان احنا عندنا لعيبه كبار جدا، عندنا طارق حامد، عندنا اوباما، عندنا زيزو،
عندنا مصطفى فتحي الواعد جدا في الفترة الأخيرة، حقيقي كان بيأدي أداء ولا أروع مع المنتخب الوطني. عندنا الونش، عندنا محمود علاء، عندنا أبو جبل والمسلوسي وبن شرقي وسيف الدين الجزيري، الحقيقة كلهم يعتمد عليهم، كلهم نجوم. لازم التركيز يكون على أعلى مستوى بكرة، لازم الرغبة في الفوز تكون مترجمة، يعني مش مجرد بس أنا عايز أفوز بكرة، لأ احنا عايزين الرغبة دي نشوفها بكرة، نشوفها بكرة على أرض الملعب. لازم نحافظ على أهم مقومات مدرسة الفن والهندسة، ليه روح الزمالك، روح الحب، روح الفوز، روح البطولة. وكلنا الحقيقة عندنا ثقة في فوز الزمالك في استئناف الدوري الصعب إن شاء الله، مباراة موفقة بكرة. عايزين نتكلم برضو عن حاجة تالتة، وهي يعني رسالة للجماهير. عايزين ندعم لاعبتنا اللي في أندية أخرى، لاعبتنا المعارين حقيقة هم يعني صفقات جيدة جدا، دول لما يرجعوا هيكونوا إضافة على فكرة قوية جدا، لكن احنا لازم نسأل سؤال كده، هو ليه بيتم إعارتهم من البداية؟ ده يعني حاجة بتزود حاجات كتيرة جدا عند اللاعب، بتديله يعني ثقة في نفسه أولا، تاني حاجة بيقدر إن هو الخبرات بتزيد عنده، بيقدر يشارك في ماتشات أكتر بانتظام، مستواه بيتطور، بيعود للفريق في أفضل صورة ممكنة. وده حصل على فكرة في يعني حالات سابقة تألقت مع الزمالك زي مصطفى محمد، ودلوقتي زي ما احنا شايفين مصطفى فتحي، وشايفين أونجم وعمر السعيد، واللي بيمثلوا قوة ضاربة كبيرة في الفريق، وهيحصل في المستقبل مع لاعبين كلنا الحقيقة فرحانين بتألقهم، ومنهم هداف الدوري مروان حمدي مهاجمنا المعار لسموحة، وغيره من لعيبة مميزين زي عمر كمال عبد الواحد في فيوتشر، أسامة فيصل في البنك الأهلي. المطلوب إيه بقى هنا؟ هو إن احنا نقف جنب لعبتنا، نقف جنبهم بكل قوة الفترة الجاية. المعارين صفقات، وصفقات قوية جدا الحقيقة، وكلنا بنراهن عليهم في الفترة الجاية، ربنا يوفقهم إن شاء الله ويرجعوا لنا نادي الزمالك إن شاء الله. عايزين نتكلم بقى، يعني المفروض دلوقتي ان احنا نطلع نشوف عن تقرير عن مباراه القمه الزمالك والاسماعيلي. زي ما قلنا نادي الاسماعيلي عموما او جماهير الاسماعيلي وجماهير الزمالك هم من الجماهير اللي ما فيش ما بينهم خلاف، هم جماهير فعلا بتحب بعض جدا من قديم الازل. ماتش بكره ماتش مهم جدا، بس بالنسبه لنا اكتر لان يعني احنا محتاجين بكره ان احنا نحصد نقاط، زي ما قلنا عايزين نرجع وبقوه. فكره ان احنا نقول الزمالك قادر او مش قادر، لا هو الزمالك قادر، الزمالك عنده لعيبه قويه جدا، اي نادي في الدنيا يتمنى ان هو يكون معاه الفرقه اللي مع الزمالك دلوقتي. لعبتنا قادره بكرة ان هي تحقق الفوز، قادرين بكرة يأدوا اداء كويس جدا في الملعب، وده اللي احنا عايزين نشوفه. يعني اللي فات عايزين ننساه، وعايزين نبدأ بقى صفحة جديدة بكرة مع الاسماعيلي، وزي ما قلنا طبعا نحترم كرة نادي الاسماعيلي، بس احنا جماهير محتاجين ان احنا يعني نترجم ده على ارض الواقع، وان شاء الله بكره نكسب. وتعالوا دلوقتي نروح نشوف تقرير عن مباراه غدا للزمالك والاسماعيلي، ونرجع منه نكمل اخبارنا. الاسماعيلي مواجهه ناريه تنتظر الزمالك، قمة من قمم الكرة المصرية. الزمالك يخوض واحدة من أصعب المحطات في رحلة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز في مواجهة الدراويش بالجولة الرابعة. الزمالك يبحث عن ثالث انتصاراته هذا الموسم بعد الفوز على إنبي بثنائية زيزو وعمر السعيد، ثم الفوز على الطلائع بنفس السيناريو وثنائية للسعيد وزيزو، والآن يأتي الدور على الإسماعيلي في مواجهة نارية وصعبة سعيا وراء الفوز الثالث. يديرها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب الموهوب صاحب الانضباط التكتيكي، بطل الكرة الجميلة، صاحب الإبداع في الملعب. الزمالك يخوض المواجهة كامل العدد، لديه حارس مرمى على أعلى مستوى أبو جبل ومحمد عواد، الدفاع يتصدره محمود الونش ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة،
وفي الوسط حدث ولا حرج عن النجوم طارق حامد وإمام عاشور في الارتكاز، ويوسف أوباما وأشرف بن شرقي وزيزو ومصطفى فتحي ومحمد أناجم أصحاب الحلول الفردية الهجومية والقدرات التهديفية، بالإضافة إلى التونسي سيف الدين الجزيري وعمر السعيد نجمي الهجوم وفرسي الرهان في حسم المباريات الصعبة. الزمالك لديه 6 نقاط في 3 جولات، والإسماعيلي خسر 3 مباريات متتالية في بداية صعبة، ويخوض أول مبارياته في الموسم الجاري مع المدرب الأرجنتيني خوان براون الذي تسلم المهمة خلفا لطلعت يوسف بعد انتخاب المجلس الجديد برئاسة يحيى الكومي. وفي النهاية جماهير الكرة المصرية على موعد مع 90 دقيقة مثيرة وممتعة وجميلة تجمع الزمالك والإسماعيلي. ونبدأ أخبارنا كالعادة مع نادينا الزمالك، ونبدأ أخبارنا مع وصول إخطار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم في الفيفا بالأمس، يحدد فيه موعد انتهاء إيقاف اللاعب حسام أشرف. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان أوقف حسام أشرف 4 شهور بسبب التوقيع لأكاديمية كاميرونية بجانب التوقيع للزمالك، وجاء في نص الخطاب أن موعد انتهاء إيقاف اللاعب وفقا للإخطار هيكون يوم 23 نوفمبر الجاري، وأصبح يحق لي حسام أشرف المشاركة مع الزمالك بعد هذا الموعد بشكل طبيعي. وخبر تاني معانا بيخص تجديد نجوم الفريق، حيث أعرب عبد الله جمعة لاعب الفريق عن سعادته بتجديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة لينتهي عقده الجديد بنهاية موسم 2024 و2025، وأكد عبد الله جمعة إنه بيتطلع ليه خدمة النادي في الفترة اللي جاية وتحقيق المزيد من الألقاب، مضيفا أن نادي الزمالك هو بيته ولا يستطيع التأخر عنه. ويوجه اللاعب الشكر للجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على حسم ملف تجديد عقده. عقد عبد الله جمعة القديم مع الزمالك كان بينتهي بنهاية الموسم الجاري. كمان إمام عاشور أعرب عن سعادته بتمديد تعاقده مع النادي حتى نهاية موسم 2024 و2025، موضحا أنه رحب بتمديد عقده مع النادي على الفور، ويأكد عاشور أنه هيبذل قصارى جهده في الفترة المقبلة لمساعدة الفريق على تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهير نادي الزمالك وتحقيق طموحاتها. وأضاف اللاعب أنه بيتقدم بالشكر للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب على المجهودات اللي بتقوم بها اللجنة منذ توليها مهمة إدارة القلعة البيضاء. بالنسبة للاستعداد للإسماعيلي، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب النهاردة الخميس. كارتيرون شدد اللاعبين على أهمية تحقيق الفوز في لقاء الإسماعيلي، وطالب اللاعبين كمان بالتركيز في الفترة اللي جاية لتحقيق الفوز في مباريات الدوري اللي جاية، وحرص على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في لقاء الإسماعيلي. والزمالك هيواجه الإسماعيلي بكرة في الجولة 4 من بطولة الدوري الممتاز باستاد الإسماعيلية. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع منه نستكمل أخبار نادينا. ورجعنا لكم مرة ثانية ولسه مستمرين مع أخبار نادينا. ويشارك مصطفى فتحي لاعب الفريق في تدريبات النهاردة ليؤكد جاهزيته لخوض لقاء الإسماعيلي. امبارح مصطفى فتحي خاض بعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيم على هامش المران، ويفضل كارتيرون بالأمس أن مصطفى فتحي يخوض بعض التدريبات التأهيلية فقط، خصوصا أن هو شارك في مباراة المنتخب الوطني أمام الجابون ضمن مواجهات الجولة 6 من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، واللي فاز بيها منتخبنا بهدفين مقابل هدف.
بالنسبة للمصابين، في أحمد فتوح بيواصل أداء التدريبات العلاجية في ظل استبعاده من قائمة مباراة الإسماعيلي بسبب الإصابة. فتوح بدأ امبارح في أداء بعض التدريبات العلاجية، خصوصا إن هو تعرض لإصابة بكدمة في القدم خلال مواجهة المنتخب الأول أمام أنجولا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات المونديال. طبعا بنتمنى السلامة لنجمنا ويعود سريعا للملاعب. حقيقة إن فتوح من أهم مفاتيح لعب الزمالك ونجح في فرض نفسه على المنتخب الأول. دايما متعودين ان كارتيرون بيتابع كل اخبار اللاعبين، علشان كده هو كان حريص ان هو يعقد جلسه شبه يوميه مع الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي. الجلسه كان بيعقدها كارتيرون بتكون للاطمئنان على حاله المصابين، خصوصا ان جدول الزمالك الفتره الجايه هيكون مضغوط، يعني بحيث هيلعب مع الاسماعيلي بكره، بعد كده البنك الاهلي يوم 22 نوفمبر، بعد كده سيراميكا يوم 25 نوفمبر قبل توقف الدوري من جديد، والزمالك هيغيب عنه في لقاء الاسماعيلي شيكابالا واحمد فتوح ورزاق سيسي للاصابه. ونروح نستقبل تليفون كابتن طارق يحيى نجم الزمالك السابق. برحب بيك يا كابتن. اهلا بيك يا مها، ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ مبروك البرنامج الجديد، الله يبارك دايما فيك كده ان شاء الله. الله يبارك فيك يا كابتن، بشكرك جدا. عايزين نتكلم في البدايه عن ماتش الزمالك والاسماعيلي بكره، حضرتك شايف الماتش ده ازاي بكره؟ هي مباراه بتبقى يعني مباراه الزمالك والاسماعيلي دايما بتبقى حافله بالاهداف وحافله بالنديه والكفاح. معروف دايما الماتشات في الاسماعيليه بتبقى فيها نديه كبيره من نادي الاسماعيلي. إلى حد كبير نادي الزمالك الحمد لله بفضل الله له حظوظ كبيرة في الإسماعيلي، سواء جيلي أو جيل اللي بعدي أو اللي قبلي، حتى يبقى في يعني يبقى في ندية وفي برضه حظوظ عالية شوية للزمالك، لكن طبعا في التاريخ ما بيشفعش للكلام ده. النادي الإسماعيلي بيتعرض لهزة كبيرة جدا في بداية الموسم، 3 هزايم ورا بعض، بداية أسوأ بداية في تاريخ الإسماعيلي، في تغييرات جذرية في الإسماعيلي سواء على مستوى الإدارة الفنية أو الإدارة مستوى مجلس الإدارة. أعتقد هتبقى في روح جديدة نادي الزمالك. الحمد لله الفرقة بشكل جيد ماشية بشكل كويس باستثناء المباراة الأخيرة، لكن الولاد عندهم ثقة في نفسهم وبيأدوا بشكل جيد، شفناهم في المباراة بتاعة مستقبل وطن في معظم اللعيبة لعبت، يمكن الراجل لعب على شوطين، معظم اللعيبة الأساسية لعبت بعد طبعا لعيبة المنضمية للمنتخبات سواء تونس أو المغرب أو مصر. الزمالك إن شاء الله بإذن الله يحقق نتيجة طيبة بإذن الله، متوسمين خير في اللعيبة، لعيبة في معسكر من يومين من امبارح معسكر أو يوم الأربع سافروا اتمرنوا في النادي وسافروا، الحمد لله الامور جيده وربنا يوفقهم ان شاء الله ويقدموا ماتش كويس ويحصلوا 3 نقاط ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله يا كابتن. طب لو هنتكلم عن تجديد العقود لامام عاشور وعبد الله جمعه، شايف حضرتك ده ازاي وقد ايه ممكن ياثر بالايجاب على نادي الزمالك؟ هو مفيش شك طبعا من الحفاظ على القوام الرئيسي مهم ان احنا نحافظ على القوام الرئيسي للفرقه، بالتاكيد حاجه كويسه مش وحشه. اتمنى ان اللعيبه اللي في حوالي 4 5 لعيبه كمان مطالبين ان هم يجددوا او يمددوا تعاقدهم زي ما بيتقال، يعني اتمنى ان نوفق في هذا الكلام، لان مهم جدا الاستقرار، مهم جدا الاستقرار الفني، الاستقرار النفسي للاعب نفسه. اللعيب لما بيحس ان هو جدد لناديه او مدد تعاقده ده بيدي رساله لان اللعيبه ان النادي محافظ عليهم بشكل كبير، وبيدي رساله للعيبه الاخرين ان هناك استقرار فني للفريق في الفتره اللي جايه. ففي الشك ده بيدي نوع من الاستقرار الفني والاستقرار النفسي للاعب نفسه، اللاعب لما يحس ان هو جدد خلاص يعني الامور بالنسبه له تبقى الى حد كبير نفسيا، بيعيد توازنه نفسي ثاني، الثبات الانفعالي بتاعه بيبقى في قمه مستواه، ده بيأثر على ادائه في الملعب بيدي بشكل جيد بشكل افضل. بالتاكيد طبعا هي خطوات لابد منها الفتره دي، لان الفتره دي حساسه، احنا داخلين على انتخابات وداخلين على موضوع بقى مين اللي هيجي مين اللي هيمشي مين اللي هيقعد، قصه طبعا من شانها برضو تعمل نوع من الجدل شويه، لكن الحفاظ على التيم والرساله الرساله اللعيبه اللي الاداره بتديها دلوقتي اللعيبه ان احنا محافظين على القوام الرئيسي
وفي الطريق الباقي بقى ان شاء الله ربنا يوفقهم في التجهيز الباقي ان شاء الله، سواء اللجنه دي او المجلس اللي هيجي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طب لو هنرجع بحضرتك للماتش تاني، وشايف مين الورقه الرابحه بكره في ماتش الزمالك والاسماعيلي؟ بص، هي طبقا لحاله اللعيبه اثناء المباراه، يعني حاله اللعيبه مهمه جدا. احنا بنشوف ماتشات كتيره جدا للزمالك بتبقى الامور فيها استقرار فني كبير جدا وبيادوا بشكل جيد. اهم حاجه اللعيبه يبقى عندهم الحافز، عندهم الدافع، واعتقد طبعا لعيبه نادي الزمالك على مستوى المسؤوليه كلهم ان شاء الله متوسمين فيهم خير. الفرقه كلها ورقه رابحه، يعني الاداء الجماعي اللي بيأديه نادي الزمالك منذ سنتين وحصد الدوري الممتاز الموسم الماضي بالتاكيد، ووصل نهائي كاس مصر الموسم الماضي بالتاكيد، بيدي انطباع جيد للعيبه ويدي انطباع جيد لجماهير الزمالك. جماهير الزمالك دائما وابدا بتبقى قلقانه على الفرقه، لكن اللي بيضيع القلق ده اداء اللعيبه. اداء اللعيبه في الثلاث ماتشات اللي هم ما قبل المباراه الاخيره كان مطمئن، كان جيد، كسبنا 9 بونت الحمد لله، ادينا بشكل جيد. المباراه يمكن الاخيره عملت نوع من الزعل شويه، ولكن ما فيش داعي ان احنا نفرط في الاحباط او نزود الاحباط، لا بالعكس. دي 3 بونت زي اي مباراه، ان شاء الله المباراه اللي جايه نعوض هذا الكلام. ولسه الدوري طويل، ولسه امامنا يعني مش معارك، يعني قدامنا منافسات قويه ومنافسات كبيره. ان شاء الله اللعيبه تكون على قد المسؤوليه، واحنا واثقين فيهم، واثقين في تماسكهم، وماسكين في واثقين في ادائهم ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه يبقى اداء افضل باذن الله، بحيث ان هم، لان كل ما المباريات بتكتر كل ما اللعيب يخش فورم اكتر. دي حقيقة. غير بدايه المباراه، لكن يحسب للجهاز الفني ان حتى البدايات بتاعتنا كان الناحيه البدنيه كانت عاليه جدا. الناحيه الفنيه والخططيه كانت عاليه. دي حاجه تحسب للجهاز الفني، نتمنى الاستمرار بل بالمزيد بقى. كل ما لعيب بيلعب مباريات كتيره كل ما الفورمه الرياضيه بترجع له وبيخش لياقه المباريات بشكل جيد ان شاء الله. طب بما اننا جبنا سيره الجهاز الفني، يعني حضرتك نصيحتك ايه برضو لكارتيرون ازاي يقفل على نادي الاسماعيلي؟ يعني ازاي يحجم الورقه الرابحه كمان في نادي الاسماعيلي بكره؟ هو الاسماعيلي في حاله عدم اتزان، الاسماعيلي هو اللي هيعمل حساب للزمالك، وطبعا الزمالك هيعمل حساب اكيد للاسماعيلي. الاسماعيلي فرقه كبيره جدا وكلنا بنحبها على فكره، احنا كزملكاويه متعاطفين مع الاسماعيلي، بس مش بكره، يعني احنا متعاطفين مع الاسماعيلي بس مش بكره يعني. لكن اتمنى ان شاء الله باذن الله لعيبه الزمالك تبقى على مستوى المسؤوليه، اكيد مليون في الميه الاسماعيلي هيعمل 1000 حساب للزمالك، والزمالك هيعمل 1000 حساب للاسماعيلي برضه. في لعيبه كتيره في الاسماعيلي، في شكري من اللعيبه المميزين بشكل كبير جدا، عندهم برضه شيلونجو مهاجم جيد، اعتقد اللعيب اللي هو كان موقوف منتخب الاولمبي كان اسمه لعيب كويس اشول، اللي هو ناحيه الشمال مش متذكر اسمه دلوقتي، ممكن يعود بكره. سمعنا ان هو يعود من الايقاف او من عبد الرحمن مجدي يا كابتن اللي كان موقوف. عبد الرحمن مجدي بالظبط، عبد الرحمن مجدي لعيب كويس ولعيب مميز جدا جدا، افتقدوا الاسماعيلي الفترات اللي فاتت، ممكن تلاقيه موجود بكره حسب ما سمعنا والاخبار اللي جايه من الاسماعيليه ان هو ممكن يكون جاهز. لكن هو لسه مجدد يا كابتن. ايه؟ هو لسه مجدد، لسه مجدد مع الاسماعيلي. مجدد، واعتقد ان هو يعني ممكن يبقى متواجد، ما اعرفش ولا، بس الاخبار اللي جايه من الاسماعيلي ان هو جاهز على المباراه. قصه بقى الايقاف دي هل انتهت ولا لا؟ إيه الله اعلم، لكن كل اللي نقدر نقوله ان تيم الزمالك تيم كبير وتيم محترم، وان شاء الله باذن الله الاداء بتاعنا لو جيد واللعيبه في حالتها ان شاء الله باذن الله نقدر نكسب الاسماعيلي. السنه اللي فاتت في الاسماعيليه كانت مباراه صعبه جدا، وكانت الاسماعيلي ما كانش كده، الاسماعيلي كان افضل من كده بكتير. وان شاء الله باذن الله يعني الولاد يكونوا على مستوى المسؤوليه بكره ويقدروا ان هم يحققوا 3 نقط يسعدوا جماهيرهم بيها ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا يا كابتن طارق يحيى نجم الزمالك السابق، وخلونا دلوقتي نروح لمكالمه هاتفيه ايضا لكابتن صبري المنياوي نجم الزمالك والاسماعيلي السابق. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، ازيك يا مها؟ ازي حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله والله كله تمام الحمد لله. في البدايه كده توقعاتك ايه بكره؟ لا الماتش خارج التوقعات. خارج التوقعات. الفريقين مجروحين والفريقين محتاجين ال3 بونت كل واحد، مش بونت واحد يعني. والفريقين كويسين طبعا، الاسماعيلي طبعا كان حظه وحش قوي في ال3 ماتشات اللي فاتوا، والزمالك كان كويس جدا طبعا واخد الدوري السنه اللي فاتت،
وعامل ماتشين كويسين في الاول، وبعدين نتيجه الاهلي برضو غيرت المفهوم شويه وهزت الفريق شويه. فهم الفريقين في موقف حرج وموقف صعب، واللي هيحكم بكره الماتش يعني اللي هو الاكثر ثباتا انفعالي، يعني اللي عنده ثبات انفعالي كويس هو اللي هيكسب بكره ان شاء الله. طيب كابتن صبري، شايف يعني ازاي كل مدير فني من الفريقين ازاي ممكن يستغل اللعيبه اللي معاه بكره فنيا في المباراه؟ بس هنبدا بالزمالك يعني، خلينا البدايه مع كارترون والزمالك. بص يا معلم، انا هقول لك على حاجه، حتى الماتش بتاع بكره، الماتش ده ماتش لعيبه سواء بتوع الاسماعيلي او الزمالك، يعني الماتش مش يعني المدرب هيتكلم وهيخطط وهيعمل وهيختار التشكيل الامثل لفريقه يعني، لكن هو ماتش لعيبه، والكلام ده حصل كتير ما بين الزمالك والاسماعيلي في ماتشات كتير سابقه يعني. فالموقف الموقف صعب، واللعيبه هي اللي هتتحكم في المباراه. طب شايف مين اهم المفاتيح في نادي الزمالك؟ والله في طبعا بن شرقي، وفي احمد زيزو، مع ان احمد زيزو زعلان منه الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وخاصه ماتش ان شاء الله يأدي بكره يا كابتن احسن ان شاء الله. وبن شرقي وزيزو، وطبعا الجزيري لو هيلعب ان شاء الله، وامام عاشور وطارق، الناس دي بتفرق. وطبعا عبد الشافي طبعا بكره هيلعب ان شاء الله ان شاء الله، برضه ورقه كويسه جدا جدا مع كارترون. و الباك رايت تونسي طبعا لو ومسلوسي يعني برضه زعلنا جدا، زعلنا جدا في ماتش الاهلي يعني، لكن ما اعرفش بكره الحاله هتبقى عامله ازاي، برضه هيفرق كتير جدا جدا يعني. بما ان حضرتك زعلان من زيزو، يعني تحب توجه له ايه نصيحه؟ بص يا حضرتك، كل لعيب بيبقى ماشي كويس قوي وبعدين تجي له عروض او يجي في ودانه بتلاقي فيها كلام، زي بن شرقي كده. بن شرقي السنه دي كل الماتشات اللي لعبها مش يعني ما فيش ماتش زي ماتش ولا ماتش من الماتشات السنه اللي فاتت خالص يعني. وبعدين انا دايما بقول يعني كل اللعيبه المحترفين الاجانب اللي في مصر هم اللي بيستفيدوا من الدوري المصري ومن الانديه المصريه اللي هم فيها. اي واحد بيمشي من الدوري المصري او من النادي اي نادي مصري كان بيلعب فيه، ما فيش توفيق ولا في ظهور كويس ولا تقدم زي ما كان في مصر يعني. اتعشم يعني ان شاء الله بامر الله تعالى يعني الامور تبقى كويسه بكره ان شاء الله مع اللعيبه الاجانب بالذات يعني. ان شاء الله يا كابتن. طب لو هنتكلم على يعني نادي الاسماعيلي وكابتن براون، شايف ازاي تعاقد الاسماعيلي مع الكابتن الجديد؟ كابتن مين؟ كابتن براون، براون المدير الفني الجديد. انا ما اعرفوش والله. بس طبعا الاداره الجديده بقياده المهندس يحيى كومي تعرض اسماء كتير جدا، وهو يعني عمل احسن وجاب وجه جديد في النادي نادي الاسماعيلي، واعتقد ان ده كويس جدا للنادي وللفريق. كان بيمرن يعني. يا كابتن في السعوديه ومنتخب الشباب في الارجنتين. ما هو هي المشكله مش هو كان بيعمل ايه، هي المشكله هيعمل ايه مع نادي الاسماعيلي. اللعيبه المصريه غير اللعيبه السعوديه غير اللعيبه في الارجنتين غير في انجلترا، الامور بتبقى يعني صعبه جدا مع المدربين والله. طب شايف حضرتك الاصلح بالنسبه عموما للانديه في العموم يعني الاسماعيلي طبعا بالاخص، بس برضه عايزين نتكلم في العموم، انت شايف ان الاصح ان يبقى المدرب اجنبي ولا يبقى المدرب مصري؟ بص يا بقى، انا هكلمك بمنتهى الصراحه. يا ريت. لو اداره اي نادي قويه تجيب مدرب مصري. تمام؟ لو الاداره ضعيفه تجيب مدرب اجنبي على طول. لان الإدارة هي رقم واحد في المثلث بتاع اللعيبة والجهاز الفني والإدارة. الإدارة رقم واحد. فلو الإدارة كويسة وقوية يعني متحكمة في النادي وبتدي اللعيبة حقوقها وبتسيب الجهاز الفني يعمل اللي هو عايزه والحساب في الآخر وكل الكلام ده ومفيش مجاملات لبعض اللعيبة، أنت فاهمة؟ تجيب مدرب مصري. المدرب المصري يمشي كويس جدا يعني. إنما غير كده
لازم مدرب اجنبي، لازم مدرب اجنبي على حسب الاداره. طيب واديكي شفت التجربه بتاعت نادي الزمالك. تمام يا كابتن، يعني طب لو هنتكلم يعني بالنسبه لنادي الاسماعيلي، شايف مين الورقه الرابحه بكره في ماتش الاسماعيلي؟ بس بالنسبه طبعا لنادي الاسماعيلي بما انك اتكلمنا عن هو في شكري نجيب طبعا هو لعيب كويس جدا وما كانش موفق في الثلاث ماتشات اللي فاتوا، وهو غير كده خالص صراحه يعني شكري خطر جدا. وفي محمد الشامي لعيب كويس جدا، وعبد الرحمن مجدي لو هو جهز هم طبعا هيلعبوه 100% بكره. الاسماعيلي هيلعبوا 100%، لكن هو جاهز ولا لا هي دي مشكله كبيره جدا. وفي شلونج طبعا لعيب كويس وهداف جوه 18 خطر يعني. طيب كابتن، ما ينفعش حضرتك تبقى معايا وما نسالش عن المنتخب. اتفضلي. رايك ايه في اداء المنتخب مع كيروش؟ بص يا مان، انت عايزه برضه الكلام الواضح والصريح؟ اكيد طبعا، كل الناس عايزه الكلام الواضح والصريح. كل المنتخبات اللي احنا لعبناها دي مش على المستوى الاختبار، انما المستوى الاختبار الحقيقي في الماتش اللي جاي. اي فرقه هتلعبيها تمام ان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد كاس العالم، يبقى كروش ده فوق الراس تمام. غير كده انا الماتشات اللي فاتت دي معلش يعني بعيد عن الاختبار بتاع اي مدرب. وبعدين انا زعلان من المنتخب جدا يعني، بعد ماتشين ليبيا كانوا كويسين وكسبنا الحمد لله وجبنا 6 نقاط، الماتش اللي بعديه يعني تعادلنا 2-2 بره وما كناش كويسين، كانت الفرقه الثانيه كانت احسن. الماتش بتاع اول امبارح ده ولا من 3 ايام اللي كسبنا فيه 2-1 معلش يعني هم الاحق بالمكسب وهم اللي كانوا احسن في الملعب تكتيكيا وتكنيكا وحركه وكل حاجه كل حاجه يعني، هم فرقه متفوقه علينا بشكل كبير جدا يعني. احنا ربنا كرمنا طبعا بالجولين عشان التصنيف العالمي يطلع شويه. طيب لو هنتكلم عن الوجوه الجديده يا كابتن صبري اللي انضمت للمنتخب مؤخرا. والله هو جريء في الحته دي يعني، انا بميزه في النقطه دي ان هو بيراقب لعيب كويس، لعيب بيشوفه كويس بيراقبه ماتشين 3-4 وبعدين بيجي له فرصه. والفرص في الماتشات دي برضو انا بتكلم عليه بصوره كويسه ان هو بيجرب ناس كتير في الماتشات الصغيره دي. الماتشات اللي بنلعبها تصفيات، بس دي ماتشات صغيره، فهو كويس جدا اللي بيلعب الناس اللي هي اللي عايز يشوفها كويس. وده ممكن يدي طموح كمان للعيبه يعني، بقيه اللعيبه في الانديه ممكن يديهم طموح ان هم في امل كبير جدا ان هم يشاركوا مع المنتخب. كلامك صحيح جدا يا مها والله، حتى شوف المساك محمد، اعتقد محمد اللي هو من فيوتشر او حاجه زي كده، في محمد ياسين احمد ياسين لاعب البنك الاهلي، احمد ياسين البنك الاهلي يعني دي حاجه كويسه جدا وانا بشكره عليها جدا. وكناري يا كابتن وسط سموحه، وكناري طبعا، وكل الناس يعني هو خلى كل اللعيبه في مصر عندها امل ان هو يروح المنتخب، ودي برضو من الحاجات الكويسه اللي هو عملها يعني. ومرموش يا كابتن، معلش يعني انا مش بتكلم عليه بصوره وحشه، لكن انت حضرتك بتساليني كروش يعني يتقيم ازاي؟ لا هيتقيم في الماتش اللي جاي. الماتش اللي جاي ده في منتهى الصعوبه، في اي فرقه هنلعبها في منتهى الصعوبه تمام؟ فهو ده التقييم الصح يعني، وانا اتمنى له من كل قلبي لان هو بيعمل حاجات ايجابيه كويسه، اتمنى له من كل قلبي ان احنا نصعد ان شاء الله عشان خاطر بلدنا وعشان خاطره هو. طب عايزين خلي بالك، انا كوبر انا كنت يعني اكتر واحد في مصر بشجعه يعني. كل الناس بتتكلم هي دي كوره، هو ده مستوى، هو بيعمل ايه؟ لا هو وصلنا وماشي زي السلحفاه وبيكسب 1-0 بالعافيه ومستوى ما فيش، لكن وصلنا كاس عالم فكتر خيره طبعا. كوبر يعني، فانا اتمنى من كيروش ان شاء الله ان هو نوصل كاس العالم على ايده بامر الله تعالى.
تمام، بشكرك جدا يا كابتن زكي المنياوي، صبري المنياوي عفوا، نجم الزمالك والاسماعيلي السابق، بشكر حضرتك جدا. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح تقرير عن كلاسيكيات الزمالك والاسماعيلي. للزمالك والإسماعيلي كلاسيكيات لا تنسى في كرة القدم المصرية، هي عنوان من أهم عناوين الكرة الجميلة في المحروسة. وللزمالك انتصارات لا تنسى على الدراويش، برازيل الكرة المصرية والعربية، وفي صدارتها الفوز على الإسماعيلي بهدفي إمام عاشور وسيف الجزيري في قمة أغسطس 2021، وهو انتصار فتح الطريق أمام الزمالك للفوز ببطولة الدوري الممتاز في 2021. ومن أشهر الانتصارات قمة مايو 2003، ووقتها فاز الزمالك على الإسماعيلي بهدف حسام عبد المنعم الشهير ليقود الزمالك للفوز ببطولة الدوري الممتاز 2002-2003. لا أحد ينسى قمة 1996 مع فريق الأحلام، وقتها فاز الزمالك على الدراويش 5-2، وسجل للزمالك حسين عبد اللطيف، عصام مرعي، أحمد الكاس، عفت نصار، خالد الغندور، في حين سجل للإسماعيلي محمد صلاح أبو جريشة وبشير عبد الصمد. ويتصدر لائحة هدافي قمة الزمالك والإسماعيلي عبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك، والذي سجل 9 أهداف في لقاءات الفريقين في العصر الحديث، وكذلك شريف الفار وعلاء الحمولي، ثم يأتي عبد الحميد بسيوني وصيفا ب5 أهداف. وفي الدوري التقى الزمالك والإسماعيلي 111 مرة، حقق الزمالك الفوز في 48 منها، وتعادل 32 مرة، وكان الانتصار للدراويش في 31 مواجهة، وسجل الأبيض 138 هدف. ورجعنا لكم مرة تانية، وهنستقبل تليفون من السعودية. أستاذ يعني ماشي، التليفون لسه مش جاهز دلوقتي، لكن بعد قليل إن شاء الله يكون معنا أستاذ نايف مشهور. لكن خلونا نكمل أخبار الزمالك ووضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بالاتفاق مع فرناندو مخطة الأحمال، برنامج تأهيلي خاص للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ورزاق سيسي. وبدأ بالأمس الثنائي في أداء مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجم في ظل معاناة شيكابالا من إجهاد عضلي. وزي ما احنا عارفين سيسي بيواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في الركبة، وبيتضمن البرنامج التأهيلي خضوع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق قبل خوض بعض التدريبات في الجيم. حرص الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق على الاطمئنان على الثلاثي المحترف، والذي انتظم في معسكر الفريق بالإسماعيلية أمس بعد مشاركتهم مع منتخبات بلدهم في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم. وانتظم بالأمس في معسكر الفريق بالإسماعيلية الثلاثي أشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، وحمزة المسلوسي بعد تأهل منتخبنا المغرب وتونس للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال. وبعد ما خلصنا أخبار نادينا نروح لمجموعة من الأخبار المتنوعة. ورجعنا لكم مرة تانية، ونستقبل عبر الهاتف الأستاذ نايف مشهور الإعلامي السعودي. مساء الخير يا أستاذ نايف. مساء النور يا مها، أهلا فيك وأهلا بضيوفك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني عايزينك تكلمنا عن أبرز وقائع المؤتمر الصحفي الخاص برينارد مدرب المنتخب السعودي. والله بداية أعتقد أن المنتخب السعودي يعني إن شاء الله يعني ربما هي خطوات قليلة ليعلن تأهله إلى مونديال كأس العالم في عام 2022 في الدوحة، في العاصمة القطرية الدوحة. أعتقد أن المنتخب مستوياته في هذه التصفيات، المنتخب السعودي مستوياته بصراحة نالت إعجاب كل النقاد وكل الرياضيين وكل محبي هذا المنتخب. هي ربما تكون بداية عودة، ربما تكون بداية نجاح لرينارد مع المنتخب السعودي. رينارد رغم كل التوقعات اللي كانت في البداية كان في تخوف
منذ توليها المهام، مهام زمام الأمور في الإدارة الفنية للمنتخب السعودي، ولكن رينالدو استحق أن ينال إعجاب واحترام كل السعوديين وكل محبي المنتخب من خلال النتائج الماضية. المنتخب السعودي الآن 6-7 مواجهات بدون أي خسارة. المنتخب السعودي قدم أداءات متميزة الفترة الأخيرة. رينارد الآن من خلال المؤتمرات الصحفية الماضية اللي سبقت اللقاءات، سواء لقاء أستراليا أو لقاء فيتنام، كل المؤتمرات الصحفية اللي تحدث فيها رينارد كان يعني أحاديثه فيها نوع من الهدوء، فيها نوع من الثقة بعناصر الفريق، فيها نوع من 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 الآمال والطموحات الكبيرة جدا ليبني منتخب قوي يتمكن التأهل بجدارة واستحقاق إلى مونديال كأس العالم. أعتقد إنه كلمات رينارد لم تخرج عن عن ربما يكون يعني استطيع القول إنه عن الفترة الماضية أو المؤتمرات الماضية اللي كلها كانت شبيهة، أحاديثه شبيهة، لم يتحدث حتى فيها عن إصابات، لم يتحدث فيها عن غياب عناصر، لم يتحدث فيها يعني أبدى فيها ثقته بجميع عناصر الأخضر السعودي في هذه التصفيات. طب لو هنتكلم عن طموح المنتخب السعودي في كأس العرب، أنا أتوقع أن المنتخب السعودي في كأس العرب لن تكون هي نفس التشكيلة اللي إحنا بنشوفها في التصفيات، حيكون فيه هناك الدمج بعض العناصر الجديدة. اليوم ممكن لاحظنا أنه أسماء عديدة تم استدعائها للمنتخب السعودي، ما أقدر أقول أنه منتخب أولمبي، ولكن هناك عناصر كثيرة حيتم منحها الفرصة للمشاركة في كأس العرب في الدوحة. الكل يعرف أن كأس العرب يعتبر ظروفة لدولة قطر طبعا في هذا التنظيم، خاصة أنه هذه البطولة تعتبر تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، لذلك المنتخب السعودي يسعى للمشاركة بحكم أن هذه البطولة اسم غالي على جميع الدول العربية، ولا بد من وجود المنتخب السعودي، رغم أن الأخضر السعودي عنده استحقاقات مهمة جدا جدا الفترة القادمة، خاصة في مشواره في التصفيات الأسيوية. كل العناصر التي حرص من خلالها الجهاز الفني أن يختارها للمنتخب السعودي في كأس العرب هي ربما تكون أسماء بديلة لبعض العناصر الأساسية اللي اعتمد فيها بشكل كبير رينارد في المباريات الرسمية في تصفيات كأس العالم. طب لو هنتكلم على أن المنتخب السعودي هيلعب بقائمة 99، هل ده ممكن يؤثر على الأداء؟ والله بصراحة ربما أنا غير متفائل على الصعيد الشخصي بهذه العناصر، ولكن غير متفائل في حالة أنهم يعني شاركوا أمام منتخبات كبيرة، أمام منتخبات عملاقة حتشارك، لكن أعتقد أن البطولة العربية فنيا ما حتكون في فروقات، وربما يكون أن هذه بداية الكل من هذه العناصر الجديدة اللي يرتدوا شعار المنتخب السعودي، الكل يحرص على أن يقدم كل ما لديه لإبراز اسمه ونجاح اسمه، حفر اسمه بحروف من ذهب في مشوار المنتخب السعودي. لذلك هذا الجانب الوحيد اللي الواحد ممكن يكون يتفاعل بأن يقدم الأخضر مستويات يعني تنال إعجاب كل محبينه في هذه البطولة، ولكن الأمال والطموحات بكل تأكيد هو التأهل إلى مونديال كأس العالم. طيب لو هنتكلم يا أستاذ نايف على حجازي، يعني كان في كلام إن حجازي رافض المشاركة، عايز يشارك مع المنتخب، وهي نادي الاتحاد رفض المشاركة. بصراحة أنا ما عندي يعني تفاصيل في هذه القضية، ولكن في كل الأحوال أي منتخب المعروف، أي منتخب لديه يعني جميع لاعبين جميع مسابقات كرة القدم على جميع أنحاء العالم وليس في السعودية فحسب، يعني فأعتقد أنه لو البطولة كانت بطولة مثلا بطولة رسمية، بطولة معترف بها من الاتحاد الدولي، وهي وهذا الشيء الحاصل، لذلك يتم استدعاء كل عناصره في المشاركين في جميع الدول، ومن حق المشاركة الأندية لا تستطيع الرفض أي لاعب انضمامه للمشاركات الدولية أمام مع منتخب بلادي في أي بطولة رسمية. تمام. طيب لو هنتكلم يعني عن الدوري أبطال آسيا، رأي حضرتك في إيه؟ بصراحة دوري أبطال آسيا الفترة الماضية من خلال العامين الماضية يمكن شهد نظام جديد في اللعب، نظام جديد في المشاركات، هي بطولة من خلال بطولة التجمع
أعتقد أصبحت يعني قلصت العديد من الوقت والسفر والتعب اللي كان بيعدي على الفرق المشاركة في هذه البطولة. هذه البطولة غالية، هذه البطولة ثمينة، يحمل لقبها بكل تأكيد فريق سعودي الموسم الماضي. هذه البطولة هو نفس الفريق السعودي يسعى إلى الحفاظ على لقبه حتى يتم المشاركة أو خطف بطاقة المشاركة في مونديال كأس العالم للأندية. أعتقد أنه البطولة يوم الثلاثاء القادم من النهاية الآسيوي هو حلم كل هلالي. أيضا بحكم أن فريق الهلال ممثل سعودي، بكل تأكيد كل الأمان والأمنيات بالتوفيق لممثل الوطن في هذه البطولة. تمام، أنا بشكرك جدا أستاذ نايف مشهور الإعلامي السعودي، بشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. مشاهدينا يلا بينا نكمل أخبار نادينا وأعلن رحنا لأخبار المتنوعة مجموعة من الأخبار المتنوعة، وأعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة السكندري قائمة فريقه استعدادا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها بكرة الساعة 5:30 مساء ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، وضمت قائمة سموحة 20 لاعب وهم حراسة المرمى الهاني سليمان وعمر صلاح، الدفاع رجب نبيل ومحمود عزت وأحمد رمضان بيكهام وأحمد جمال ومحمد شكري وبهاء مجدي وشريف رضا، والوسط محمود حليم وعبد الرحمن عامر ومحمد كناريا وحسين فيصل ومحمد عبد المعطي ومصطفى الخواجة وأمير عادل، وفي الهجوم مروان حمدي وفهد جمعة وسيلة. وبيحتل سموحة المركز السادس برصيد 4 نقاط جمعهم من 3 مباريات، وحقق الفوز في مباراة وتعادل في أخرى وخسر في مباراة. اتخذ محمد عودة المدير الفني لنادي غزل المحلة فرمانا ناريا بعدم رحيل أي لاعب عن الفريق في فقرة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل المنافسة في بطولة الدوري المصري بعد البداية القوية اللي قدمها الفريق في أول 3 مواجهات، ورفض محمد عودة رحيل أي لاعب في يناير المقبل بعد تلقي بعض اللاعبين عروضا للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تألقهم في المباريات اللي فاتت، وحذر إدارة المحلة من الموافقة على رحيل أي لاعب لعدم اهتزاز استقرار الفريق في المباريات ببطولة الدوري المصري. كانت الفترة اللي فاتت يعني شهدت تألق عدد كبير من لاعبي غزل المحلة على رأسهم يحيى عبده مهاجم الفريق وأحمد النادر ويحيى حامد، وبيستعد غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش في الجولة 4 من بطولة الدوري المصري والمقرر ليها بكرة الجمعة في تمام الساعة 3 العصر. يستعد المصري البورسعيدي لمواجهة بيراميدز بكرة الجمعة في تمام الساعة 3 العصر على استاد برج العرب بإسكندرية ضمن الجولة 4 من بطولة الدوري المصري، وبيسعى المصري لتحقيق الفوز الأول ليه في بطولة الدوري بعد التعادل في أول 3 مباريات في جدول ترتيب الدوري المصري، وبيفقد المصري البورسعيدي نجمه أحمد الشيخ في مباراة بكرة بسبب الإصابات التي لحقت باللاعب في مران الفريق أثناء التوقف الدولي الماضي وقبل العودة لمباريات الدوري مرة تانية، وطلب الجهاز الطبي للمصري من التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق عدم الاستعجال في الدفع باللاعب تجنبا لتعرضه بالإصابة مرة تانية وغيابه لمدة أكبر، خاصة أنه مازال بيؤدي مرحلة التأهيل البدني والطبي، وبدأ الشعباني في تجهيز الثنائي محمد عنتر وأحمد حمودي في الفترة الحالية من أجل أن يكونوا بدلاء لأحمد الشيخ في مباراة بيراميدز بكرة وحتى العودة من الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الأخيرة. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل قصير ونرجع نستكمل أخبارنا المتنوعة.
ورجعنا لكم مره ثانيه ومعانا عبر الهاتف استاذ احمد شريف الناقد الرياضي. الحقيقه المفروض ان استاذ احمد يبقى معانا دلوقتي في الاستوديو، ولكن لظروف الطريق يعني فهو مش هيقدر يكون معانا، ولكن هيكون معانا في مداخله هاتفيه الان. استاذ احمد مساء الخير. مساء النور. ايه اللي حصل معاك يا استاذ احمد؟ والله احنا واقفين على الدائري بقالنا ساعتين بالظبط. لا ان شاء الله توصل بالسلامه. يعني خلينا في البدايه كده نسال عن مباراه الزمالك والاسماعيلي، شايف ازاي مباراه بكره، وشايف كمان ايه هي الورقه الرابحه اللي المفروض تكون بكره في المباراه او ممكن تفاجئ الناس بكره في المباراه بالنسبه لنادي الزمالك؟ يعني بالنسبه للمباراه بكره، لا طبعا هيكون ماتش مهم جدا، معروف ماتشات اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، زمالك واسماعيلي، دي ماتشات قمه مهما كان مستوى الثلاث فرق. المستوى مش هو المعيار الاساسي في الماتشات دي، دايما ممكن تشوف فيها مفاجآت، ممكن تشوف فيها مستويات مختلفه تماما عن المستوى اللي اي فرقه من الثلاثه مكمله بيه السيزون كله. اتوقع هتبقى مباراه قويه جدا. ان الاسماعيلي في اداره فنيه جديده، في اداره كمان كله جديده، ممكن نشوف شكل مغاير عن الشكل اللي الاسماعيلي ظهر بيه في اول ثلاث اسابيع من الدوري، ان هو ما يقدرش ان هو يحقق اي مكسب او اي نقطه. طبعا دي نتائج ما تليش في النادي الاسماعيلي. في نفس الوقت برضه الزمالك راجع من مباراه القمه على اول ماتش، اهلي وبعدين اسماعيلي. بالنسبه للزمالك ممكن يكون جدول رخم شويه، لكن فتره التوقف الدولي المفروض انها تكون لمت الفرقه برضه في الزمالك شويه، ان الجهاز الفني ان هو يشتغل نفسي مع اللعيبه، يشتغل برضه معاهم بدني. لعيبه لو في ضغط في المواسم، ضغط في الماتشات، مع ان احنا لسه في بدايه السيزون، بس كتراكمات من المواسم اللي فاتت يقدر ان هو برضه يشتغل على الجزئيه دي. فالمفروض ان شاء الله يعني تبقى خير بدايه يعني للدوري بعد فتره التوقف اللي فاتت. طيب شايف ازاي تجديد الزمالك ليه عبد الله جمعه وعاشور، وكمان نادي الاسماعيلي جدد ليه عبد الرحمن مجدي؟ بالنسبه لنادي الزمالك طبعا كان لازم التجديد يتم في اقرب وقت، لازم الحفاظ على الفريق والقوام بتاعه، خصوصا في الفتره اللي فيها ايقاف كتل النادي، مش عارف يضم عناصر جديده. فلازم شويه استقرار وهدوء جوه العناصر اللي موجوده، لان دي اللي هيتم الاستكمال السيزون كله بيها. كانت خطوه مهمه جدا كمان، والتوقيت بتاعها وتوقيت الاعلان كان كويس جدا، انها يعني ما تمش فتره التوقف الدولي في اولها مثلا ولا حاجه، لا ده قبل ماتش الاسماعيلي. دي حاجات تبقى نفسيه ممكن تبان صغيره قوي، بس انها وسط الفرقه وما بين اللعيبه وبعضها ومع الجهاز الفني بتاثر كتير جدا طبعا. طيب لو هنتكلم عن تعيين براون لي نادي الاسماعيلي، شايف ازاي؟ يعني هل نادي الاسماعيلي فعلا بحاجه ليه مدرب اجنبي، ولا كمان من وجهه نظرك ان مفيش فروقات كبيره وان ممكن برضو مدربين يعني مصريين يقدروا يأدوا نفس الاداء؟ بصي، هو المدرب الاجنبي منقسم لكذا قسم. براون بالنسبه لي مش من المدرب الاجنبي القوي او القوي قوي، لا يعني ما فيش حاجه قويه هو مسكها قبل كده، بس كان منتخب الارجنتين الاولمبي، واحنا شفناه في الاولمبياد ضد منتخب مصر كان منتخب عادي. حتى يعني لو هنتكلم على العناصر بتاعت المنتخب الاولمبي الارجنتين ما كانتش مساعده، فبرضه الاداره الفنيه خلال الماتش ما كانتش عظيمه، ما كانتش احسن حاجه، فما حسناش ان في داهيه واقف على الخط في المنتخب الارجنتيني. ما افتكرش ان هو مسك انديه او منتخبات كبيره خالص، حاسسها مغامره. لكن ارجع واقول ان الاسماعيلي امكانياته الماديه مش زي الزمالك والاهلي، ما تسمحلوش ان هو لو هيجيب مدرب اجنبي يجيب سي في قوي مبلغ وقدره، الموضوع لا هيبقى صعب، فبيضطر ان هو مثلا ينزل بالليفل شويه للمستوى الثاني او الثالث، فدي بتبقى مغامره. خلينا نقول ان تيرتيرون لما جه مصر اول مره ما كانش حد يعرفه، المدرب مثلا صاحب التدريب قوي، لكن يعني قدر انه يعمل سي محترم مع الانديه المصريه. مسافر لما راح السعوديه برضه عمل شغل كويس، انديه خارج مصر عمل شغل كويس. لعل براون يكون نفس الفكره وان هو يقدر يعمل حاجه. لكن انا شايفها مغامره، خصوصا كمان كل اللي مر من الدوري ثلاث اسابيع، حتى لو الاسماعيلي ما يقدرش ان هو يجيب فيهم نقاط او ان هو يحقق فيهم مكاسب، بس الكابتن طلعت يوسف لا قامه طبعا، لا قامه
وظروف المرض اللي عنده او فيروس كورونا ده منعته ان هو يكون موجود مع الفرقه بشكل مستمر. مش المبرر ان الترتيب وان احنا نتعاقد مع مدير فني جديد لان هو لسه اصلا ما اشتغلش مع الفرقه. طيب لو عايزين بقى نتكلم يعني بما انك يعني معرفتش تكون معانا هنا في الاستوديو بس برضو عايزين نسأل عن المنتخب. شايف ازاي اداء المنتخب مع كيروش وخاصة كمان في اخر مباراتين؟ الاداء ما كانش مطمئن قوي بس خلينا نقول ان الدوافع اصلا ما كانتش موجودة عند لعيبة كتير. احنا كنا شبه ضامنين التأهل محتاجين نقطة واحدة بس ماتش انجولا ماتش الكابون ما كناش محتاجينه. زي ما اتكلمت معاك المره اللي فاتت هو تقريبا كان كيروش يقدر يجرب وفعلا هو عمل كده جرب لعيبه كتير في الماتشات دفع بوجوه جديده في المنتخب. دي حاجه تحسب له حاجه كويسه حتى لو الاداء مش احسن حاجه ومش اعظم حاجه بس موضوع الاداء دوت ما بيجيش في يوم وليله خصوصا مع المنتخب. يعني احنا مدرب النادي بنقول اديله من 6 لـ10 ماتشات علشان يقدر يطبق الفكر بتاعه مع النادي. هو اللعيبه بتتمرن معايا يوميا صبح وليل لكن المنتخب لا المنتخب اللعيبه بتتجمع 10 ايام تمام بعد كده بيتفرقوا بعد كده بيتجمعوا تاني 10 ايام. فاحنا يعني ملخص الشغل بتاع كيروش مع المنتخب هو حوالي من 18 لـ21 يوم حوالي 3 ايام كتير. فلا طبعا يعني انا احب اديله وقت اكتر من كده كمان. تمام انا بشكرك جدا استاذ احمد شريف الناقد الرياضي وان شاء الله تشرفنا في الاستوديو في ظروف احسن من كده بعيدا عن الدائري. ودلوقتي معانا من صاله التحرير اليوم السابع استاذ عمر مراد. مساء الخير استاذ عمر. مساء الخير استاذ جماعه اخبار حضرتك ايه واهلا وسهلا مشاهدي قناه الزمالك. اهلا وسهلا بيك يا عمر. احكي لنا بقى عن اخر الجديد واهم المنشطات عن مباراه غدا بين الزمالك والاسماعيلي. طبعا اخر حاجه النهارده نادي الزمالك كان في التدريبات في الدين الجديري انضم وحمزه المسلول في بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخب التونسي وان شاء الله هيكونوا في مباراه الاسماعيلي غدا. فريق الزمالك داخل المباراه معلومات عاليه جدا هدفه ان هو يحقق 3 نقاط وتعويض الهزيمه امام الاهلي. واشرف بن شرقي برضه انضم للتدريبات النهارده وبعدين مشاركه مع المنتخب المغربي. طبعا قوه الضربه لنادي الزمالك هتكون موجوده بكره امام الاسماعيلي لاظهار القوه امام الدراويش. طبعا بالجانب الثاني الاسماعيلي بيستعد برضه بقوه وبيحاولوا جدا ان هم ياخدوا النقاط في الماتش عند خاصة لكل لاعب 10,000 جنيه دي حاجة قوية جدا. طبعا مباراة بكرة لباتريس كارتيرون مش هتكون سهلة خالص وطبعا هيحاول على قد ما يقدر ان هو يكسب الماتش ويعوض الهزيمة امام ده. طيب لو هنتكلم برضو عن كيفية تناول الأخبار عن خبر التجديد لإمام عاشور وعبد الله جمعة. طبعا ده بيدي استقرار في الفريق الزمالك ان اللعيبه تكون موجوده وعقودها موجوده وتكون مستمرين مع الفريق الابيض. امام عاشور طبعا ظهر بشكل كويس جدا خلال الفتره اللي فاتت وبعد انضمام لمنتخب مصر واقتناع كيروش بتواجده مع الفراعنه ده اداله قوه كبيره جدا ان هو يجدد عقده. وعبد الله جمعه ظاهر قوي جدا اللي قادر طبعا ده البديل بتاع احمد فتوح وعبد الشافي ودي اضافه قويه جدا للفريق الابيض خلال الفتره المقبله باذن الله. طيب لو هنتكلم يعني الناس بتتناول ازاي او انتوا بتتناولوا ازاي يعني في المواقع الاخباريه الايجابيات والسلبيات بتاعه الفرق، يعني ايه الايجابيات اللي في نادي الزمالك اللي المفروض بكره يلعب عليها اكتر والسلبيات اللي المفروض يتجنبها كارتيرون ويعني ينطبق هذا الامر برضو على نادي الاسماعيلي؟ طبعا ايجابيات في نادي الزمالك ان هو بيبقى قوي جدا في خط الهجوم بتاعه. خط الهجوم عنده خط هجوم ناري سيف الجزيري اشرف بن شرقي طبعا الاثنين قوه ضربه لاي فريق فده طبعا اهم حاجه قوته الضربه للفريق. الاسماعيلي طبعا هتكون حاجه ثانيه تماما خالص. الاسماعيلي نفسه ان هو يحقق نتيجه المباراه ويعوض خلال بدايه الدوري الضعيفه ليه فده هيكون هيحاول يلعب على اطراف الملعب. تمام يا عمر. يحاول يستغل نقطه الضعف بتاعه نادي الزمالك في خط الدفاع او حراس المرمى.
تمام يا عمر. عمر مراد من صالة اليوم السابع، بشكرك جدا على تواجدك معنا. ودلوقتي هنروح للسوشيال ميديا وإجابات حضراتكم على موضوع الحلقة والتشكيل المتوقع للزمالك أمام الإسماعيلي بكرة. محمد أنور مساء الياسمين عليك يا مها. التشكيل الأمثل للزمالك هو حراسة المرمى عواد، الدفاع أحمد زيزو، علاء الونش شيفو، والوسط الدفاعي طارق حامد، إمام عاشور، والوسط الهجومي بن شرقي، أوباما، مصطفى فتحي، الهجوم عمر السعيد، كل الدعم ليه لاعبي الزمالك. مساء الفل عليك يا مها. يوسف حسن بيقول التشكيل الأمثل للزمالك كالآتي: عبد الشافي، أبو جبل، الونش، علاء، المسلوسي، طارق عاشور، بن شرقي، أوباما، زيزو، الجزيري. بنشكركم طبعا على يعني تفاعلكم دايما معانا وعلى إجابات موضوعات الحلقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وإن شاء الله أقضي معاكم بكرة السبت إن شاء الله في حلقة جديدة من أخبارنا.